السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. قناة واد الحار الفرنسية مازال كتبوت السم ديالها والحقد ديالها على المغرب عبر مقدمي البرامج ديالها. موضوع الحلقة كان على عودة سوريا للجامعة العربية، حتى كنشوفوا مقدم البرنامج دخل الصحراء المغربية بحكم ان احنا كنعرفوا بان ايران كانت دافع الجزائر باش دير كل ما في جهدها باش ترجع سوريا للجامعة العربية، ولكن ما توفقاتش. حتى جات السعودية والامارات بتنسيق مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وطيلت شهور وما خدام على هذا الملف بشروط على سوريا باش ترجع للجامعة العربية. احنا عارفين بأن المملكة المغربية ما كتساهلش في هذه الأمور، والمنظار اللي كتشوف به جميع الدول هو صحراءنا المغربية، فاحنا ما غاديش خلعنا سوريا. هادشي درناه مع دول كبيرة كألمانيا اللي قطعنا معها العلاقات حتى اعترفت لنا بالصحراء المغربية، مع إسبانيا وحنا كنديروا الآن مع فرنسا، فما بالك مع سوريا اللي توضعوا عليها جميع الشروط ووافقات عليهم. فنسمعوا كيفاش تم إدخال صحراءنا المغربية وكيفاش أجاب الأستاذ المغربي. خليكم مع الفيديو كيف العادة، ما تنساوش لايك، خلونا الرأي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركوش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. وهذا ما يقودني إلى تصريحات وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة. وأعود إليك دكتور صغير الزكراوي مدير قسم القانون العام في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. سيد ناصر بوريطة أكد أن قرار الجامعة العربية بشأن عودة سوريا إلى أسرتها العربية يجب أن يمثل شحنة أو دافع لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى حل شامل ودائم للأزمة في هذا البلد. كيف قرأت أنت هذه التصريحات دكتور الزكراوي؟ ما تعليقك عليه؟ لا أعتقد، أتمنى ذلك، أتمنى أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية إلى حظنها الطبيعي إلى مكانها الطبيعي يساهم في حلحلة الأزمة الداخلية في سوريا، وهذا دور الجامعة العربية، هذا دورها الطبيعي. أن قرار، دعني أذكر أن قرار عودة سوريا للجامعة العربية يندرج ضمن مناخ دولي ومتغيرات دولية وأقليمية. ولكن ماذا عن الموقف المغربي تحديدا دكتور زكراوي؟ عن الموقف المغربي يقول الموقف يجب المغربي يعني يجب يعني ما تم استعماله كفعل، يعني كأن الأمر يبدو مشروطا بشيء معين، هذا ما قصدته، كيف قرأت أنت؟ لا أعتقد، لأن ليس من حق المغرب، ليس من حق المغرب أن يضع شروطا، وأعتقد يجب أن يكون هذا محل تفاوض ومحل جدل ونقاش في الجامعة العربية، ويجب أن تخرج الجامعة العربية من هذه الطريقة في التعامل، من التدخل السافر في الشأن الداخلي للدول. أعتقد أن ما يجري في سوريا هو شأن داخلي، وأعتقد أن النظام السوري خرج بسلام من هذه الأزمة، وخرج الشعب السوري كذلك سالما معافى. طيب. مثلا ما زالت متبت حال، هناك أراضي قضمتها بعض الجهات خاصة التدخل التركي، ويجب أن تساهم الجامعة العربية في حلحلة الأزمة الداخلية. طيب. السورية متبت حال، هذا دور الجامعة العربية الفعلي. طيب، ما حدث في سوريا شأن داخلي. دكتور إدريس الجرين يقول ضيفي من تونس العاصمة الدكتور صغير الزكراوي في مقابل موقف الجزائر وتونس، هذا الموقف الذي يبدو موحدا ولا مشروطا لعودة سوريا، تبع الزيارات الأخيرة التي تمت في سياق الانفتاح العربي والخليجي تحديدا، موقف المغرب الآن على لسان السيد ناصر بوريطة يبدو كأنه حذر، استؤذن يصح وصفه كذلك، ينم ربما عن تحفظات. كيف نفهم هذه التصريحات لوزير الخارجية المغربي بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟ مرة أخرى أريد أن أميز ما بين عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وتصريح وزير الخارجية المغربي، وينسجم إلى حد كبير مع تصريح يعني الأمين العام لجامعة الدول العربية، على اعتبار أن قرار عودة أو قرار جامعة الدول العربية بعودة سوريا إلى الجامعة هو مشروط، على اعتبار أنه القرار يتضمن مجموعة من الإشارات المرتبطة أولا بالاستحضار طبعا المبادرة العربية، واستحضار كذلك الجوانب الإنسانية، وفتح المجال أمام الدول العربية لكي تلعب دورا طبعا في إطار احترام طبعا سيادة سوريا، وفي إطار احترام وحدتها أيضا، وهناك إشارات إلى هذه الأمور.
لكي يتم التغلب على بعض الأزمات المرتبطة بالنزوح والمرتبطة بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين بغض النظر عن أماكنهم داخل سوريا إلى غير ذلك. ولكن فيما يتعلق بالشق الثاني المرتبط بالعلاقات الثنائية بين المغرب وسوريا، بكل تأكيد كما قلت بأن، وطبعا هذا ليس فقط موقف المغرب، هناك بعض الدول الأخرى كقطر التي وغيرها من الدول التي عبرت على أنها غير مستعدة لفتح علاقتها مع سوريا، ربما ينتظرون إشارات تعطي يعني إشارات إيجابية بأن النظام السوري ويتعامل مع يعني بنفس القوة التي يدافع عن سيادة ووحدة سوريا، كذلك يحترم سيادة الدول الأخرى، وكذلك يعطي إشارات. هل من بين هذه الإشارات، عفوا على المقاطعة دكتور لجريني، هي الصحراء الغربية الموقف منها تحديدا؟ صراحة الموقف من الصحراء المغربية، على اعتبار أن سوريا في السنوات الأخيرة كانت لها مواقف نوعا ما معادية للمغرب، والمغرب كما تعلمون على أنه يقيم أو يحدد سياساته الخارجية بناء على الموقف من قضية وحدته الترابية، وهذا كما قلت أمر يتعلق بالعلاقات الثنائية، لأن المغرب أيضا سبق أن جمد هذه العلاقات في سياقات مختلفة، ولكن اليوم في إطار طبعا انسجام مع سياساته الخارجية المرتبطة بدعم العمل العربي المشترك، هو دافع وضم صوته إلى الدول العربية طبعا في إطار السماح لسوريا ودعم انضمام سوريا أو عودة سوريا إلى الدول العربية، ولكن في نفس الوقت تعزيز علاقات المغرب مع سوريا مرتبط بشكل كبير بمواقف سوريا من القضايا الحيوية للمغرب وعلى رأسها قضية المغرب. وهذا ما ذهبت إليه أيضا دكتور صغير الزكراوي في ربما خلال التحضير لهذه الحلقة. دكتور زكراوي؟ نعم. العلاقة بمسألة الصحراء الغربية أولا، وأيضا الخلاف مع الجزائر يجب أخذهم بعين الاعتبار على الأقل ما فهمته. بطبع الحال المغرب تحدد محددات سياستها الخارجية مع كل الدول ينبني على موقف هذه الدول من الصحراء الغربية، وتحدد خياراتها على هذا الموقف، وبطبع الحال هذا قرار سيادي يهم المغرب. ولكن فيما يتعلق بقية الدول، أعتقد أنه يجب أن نساعد الشعب السوري على المحافظة على وحدة ترابه كذلك، مثلما المغرب تطالب بذلك، ونعتبر أن هناك مبدأ أساسي هو القرار السيادي لكل دولة. ولكن دعني أذكر بمقولة لجنرال إسرائيلي في بداية الحرب عام 2012، قال: دع العرب ينتحرون ببطء. عن أي حرب تتحدث؟ في هذه السنوات الأخيرة غير قادرين. نعم، عندما بدأت الحرب الأهلية السورية هناك جنرال متقاعد إسرائيلي قال: دع العرب ينتحرون ببطء، فهم سيحطمون أنفسهم. وهناك ما يعبر عنه بالفرنسية باللوتو ديستريكسيون، يعني العرب هم قادرون. هناك من خاض حرب داخل سوريا بالوكالة، والمستفيد في نهاية المطاف هو قوى إقليمية أخرى في المنطقة. طيب، أود أن أختم معكم باختصار شديد. من في هذه المرحلة يجب تفضل. يجب على الجامعة العربية أن تلعب دورها في هذه المرحلة. سؤال أخير لو سمحتما. تصلح وضعا مختلا. يدخل في إطار ربما إصلاح هذا الوضع المختل، وحتى يكون الإصلاح شاملا. ثمة من يرفض التطبيع المغاربي والعربي إجمالا مع سوريا قبل أن تتم محاسبة منتهكي حقوق الإنسان، إحالتهم على القضاء أيا كانت انتماءاتهم، يربط الأمر بحل سياسي أخذ بعين الاعتبار تطلعات كل مكونات الشعب السوري وحقوق أفراده. ما رأيكما في ذلك؟ شأن داخلي سوري أم أن الدول المغاربية يمكن أن يكون لها دور في ذلك؟ دقيقة لك دكتور إدريس لجريني، وأختم مع الدكتور صغير زكراوي بدقيقة أيضا باختصار شديد. تفضل. أولا، موقف الجامعة العربية المرتبط بنهج الحل السلمي أو الحل السياسي في التعاطي مع المشكلات العالقة
بما فيها الحوار، بما فيها يعني الاستحضار الجانب الحقوقي والإنساني إلى غير ذلك من القضايا المطروحة داخل سوريا، وينسجم مع توجهات الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة في هذا الخصوص. وأعتقد بأن انخراط الدول العربية، وخصوصا وأن الأمر يسبق طبعا عقد القمة في السعودية، قد يكون إيجابيا إذا كان هناك نوع من التوافق العربي ونوع من التفاهم السوري أيضا للموضوع والتجاوب السوري، الذي يمكنه أن يساهم في قطع الطريق على مجموعة من القوى التي تتحين بالمنطقة والتي تحاول أن تستغل ما يحدث في سوريا من أجل كسب نقاط على المستويات الدولية والإقليمية. دكتور زكراوي، محاسبة ثم وحل سياسي أيضا بالنسبة للرافضين للتطبيع العربي والمغاربي تحديدا مع سوريا، كلمة ختام لك لو سمحت، وأشكرك باختصار. أنا أتحفظ سيدي على استعمال كلمة تطبيع مع النظام السوري، لأن النظام السوري ليس نظاما معاديا، ليست دولة عادية. وأعتقد أنه في نهاية المطاف يجب على الجامعة العربية أن تقوم بدورها داخل سوريا ومحاولة بطبيعة الحال حل الأزمة، إيجاد صلح داخل سوريا حتى تعود سوريا معافاة وتلعب دورها الطبيعي في المنطقة وتسترجع انتهاكات حقوق الإنسان أيا كانت الأطراف التي قامت بها. دكتور زكراوي، ماذا عنها؟ لا، بطبيعة الحال هنا الحقوق الإنسان مسألة كونية ويجب احترامها. هذا دور الجامعة العربية. أعتقد أن الجامعة العربية يمكن أن تقوم بدور على هذا المستوى. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الرأي ديالكم، تعليقات تخرج عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا، شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.